شهد السيد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر فعالية الدورة 14 والتي أقامته مؤسسة عالم الزراعة خلال الفترة من 9 إلى 11 مايو الجاري بمحافظة الأقصر تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبحضور الدكتور علاء عزوز رئيس قسم الإرشاد الزراعي ونائبا عن السيد القصير وزير الزراعة، والمهندس رفعت محمد عيد مدير مديرية الزراعة بالأقصر، وبمشاركة 110 شركة عالمية ومحلية وأكثر من 15 مستثمرا ممثل لعدد من الشركات الكبرى الهولندية العاملة في مصر في مجال البذور والري والتسميد وممثلي المنظمات الدولية. تفاصيل هذا الحدث مع الزميل محمد الباروكي. معرض الوادي لتقنيات الزراعة الحديثة يعد أهم وأفضل المعارض الزراعية المتخصصة التي تقدم خدماتها للقطاع الزراعي المصري خاصة في محافظات جنوب الصعيد. أكد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر على أهمية تطوير آليات الاستثمار الزراعي وتشجيع صغار المزارعين على اتباع أحدث التقنيات الزراعية لزيادة معدلات الإنتاج الزراعي. طبعا احنا النهاردة بنفتتح أحد المعارض الخاصة بالزراعة، وطبعا زي ما شفنا النهاردة من السادة العارضين يمكن شغفهم وسعادتهم بالمشاركة تحديدا بهذا المعرض جوه محافظة الأقصر، نظرا يمكن محافظة الأقصر بتتفرد ببعض المنتجات الزراعية زي منتج الطماطم ومنتج قصب السكر ومنتج الموز زي ما احنا سمعنا من السادة العارضين. يمكن ده برضو احد الحاجات اللي بتصب في يمكن انماط سياحه مختلفه منها سياحه المؤتمرات اللي يعني انا بشوفها الحقيقه هي سياحه المؤتمرات قاطره للتجاره وقاطره للصناعه وقاطره للاستثمار ايضا، لان هي بتقدر تعرض المنتجات الخاصه ومقومات محافظه الاقصر في مختلف المجالات. الحقيقه يعني انا كنت سعيد جدا النهارده ان في بعض العارضين جايين مخصوص علشان منتج الطماطم في مدينه اسنا بمحافظه الاقصر أصبح لي جودة عالمية وجودة قدرت تجذب العديد من المستثمرين ان هم ييجوا يستفيدوا من منتجات الطماطم الخاصة بمحافظة الأقصر، وطبعا ايضا يعني بيصب في السياحة ايضا بما انها محافظة سياحية واثرية وتاريخية، ان احنا بنقول سياحة المطاعم لا تقل اهمية عن سياحة الاثار والتاريخ. يمكن في بعض الدول بتشتغل سياحة مطاعم بس، فالحقيقة دي انا بشوفه اضافة، المعرض ده اضافة لانماط كتير من السياحة والاستثمار والتجارة والصناعة. الحقيقة النهاردة احنا موجودين في هذا المعرض اللي بيضم مجموعة كبيرة جدا من الشركات والجهات اللي جت عشان تقدم كل الخدمات للمزارعين اللي موجودين في محافظات الصعيد، وبنقول ان الصعيد دلوقتي بقى فعلا هناك الفرص الاستثمارية المتعددة في مجالات الزراعة، سواء نشاط زراعي، زراعة بكل مجالاته المختلفة، زراعة المحاصيل الخضر والمحاصيل الحقلية والفواكه اللي تتميز بها محافظات الصعيد. وايضا انا بقول ان محافظات الصعيد في قلب الحكومه وبتهتم تماما بتقديم كل الخدمات ليها، ويمكن التواجد النهارده اللي موجود من المزارعين والشركات الزراعيه وشركات الخدمات الزراعيه بيعبر عن حجم الاستثمارات اللي بتتم في محافظات الصعيد في مجال الزراعه. وبنقول ان من سنوات ما كانش هناك هذا الكم من النشاط والانشطه الاستثماريه، لكن مع اهتمام الدولة واهتمام القيادة السياسية، واحنا عندنا في وزارة الزراعة توجيهات دائمة ومستمرة من معالي الوزير السيد القصير وزير الزراعة وإصلاح الأراضي بتقديم كل أوجه الدعم والخدمات لمزارعي الصعيد، فاحنا بنقول لهم احنا كلنا في خدمتكم وتحت أمركم، وأي أنشطة زراعية محتاجين فيها دعم فني احنا معاكم. السنة دي على الساحة الزراعية 4 توجهات مهمين جدا: التغيرات المناخية، الري المطور، الزراعة الرقمية، وهو النهوض بالزراعة الحديثة، التطبيقات الحديثة. بمعنى ان احنا خلال الفترة الحالية الدولة يعني طبعا احنا عندنا الرئيس الحقيقة مهتم جدا بان احنا نصل لمستوى كويس في اولا في الاراضي اللي هي بيتم استصلاحها حديثا، اضافة الى ان مهتمين جدا ان زراعات هتكون زراعات تصديرية للخارج. لكن انا هتكلم على اللي احنا بنوجهه خصوصا في محافظات جنوب الصعيد للمزارع الصغير،
ان احنا بنعتني بيه اعتناء كبير جدا، نخفض فاقد الانتاج شويه من خلال التطبيقات الحديثه، وان يبقى التغيرات المناخيه نقدر نسيطر، يعني الفصول الزراعيه المختلفه تؤدي طبعا الى نسبه فقد برضه. فاحنا كل المشاركين في المعرض سواء اجانب او مصريين بيقدموا خدمه الدعم الفني والتقني للمزارع، واعتقد ان هم بيتواصلوا تواصل مباشر. انشئت الجمعيه من اكثر من سنه، واغلب الفريق بتاع نحله اعضاء في الجمعيه.